صحة ويعطيكم الصحة والعافية يا رب. بداية حلقتنا أو بداية برامجي دائما أو حلقاتي بذكر فائدة من فوائد الأعشاب، لكن اليوم راح أتكلم على نبتة عظيمة الفائدة لأبداننا، مفيدة جدا خصوصا للنحاف إذا تناولوها، فاتحة من فواتح الشهية ومجربة، مفيدة للناس للرجال والنساء حتى للعقم وزيادة الحيوانات المنوية وتنشيط المبايض، مفيدة جدا للرياضيين واللي بيبذلوا طاقة ومجهود، وأيضا مفيدة جدا للخمول والكسل والتعب والإرهاق. يا سلام الجينسنج. الجينسنج بيستخدموها في نطاق واسع بالعالم، الصين، أمريكا، حتى تباع كبسول في الولايات المتحدة الأمريكية بالسوبر ماركت كمكمل غذائي. لكن فوائدها والله حتى للقلب فوائد جدا عظيمة، وحتى لعضلة القلب الضعيفة بيستخدموها بشكل رهيب، حتى بتدخل في صناعة المشروبات اللي بتعطينا طاقة، اشرب وبتصير مثل الأسد. فعلا الجينسنج مفيدة جدا الجينسنج فوائدها فوائد جدا عظيمة حتى لمرضى السكري، وحتى بتقاوم الأمراض وبتقوي جهاز المناعة. طالما قوت جهاز المناعة يبقى إحنا بخير وعافية. ذكرت إنه هي فاتحة من فواتح الشهية، وأيضا بتزيد بالوزن، تعمل على زيادة الوزن، لكن بنشوف النتائج بعد أسبوعين لثلاث أسابيع إذا وضعنا معها حب العزيز وإذا وضعنا معها فول الصويا، فبالتالي النتائج بإذن الله سبحانه وتعالى نتائج عظيمة. الجينسنج منشط للدورة الدموية، وأيضا مفيد للي عندهم فقر الدم، إذا فاتح من فواتح الشهية. وذكرنا أنه بالحلقات الماضية أنه بيقاوم الأمراض وبيخرج السموم من البدن، إذا حتى من الوصفات في أوروبا ودول أوروبا والصين أنه بكافح الإدمان وسموم التدخين وسموم المشروبات الكحولية. يا سلام. إذا مفيد جدا للرجال، بيتناولوا الرجال اللي عندهم مرض السكري وعندهم ارتخاء وضعف جنسي، وأيضا مفيد للبرود للنساء. لا حياء بالعلم، وكتبت هذا في كتابي لا حياء بالعلم الأعشاب الجنسية. إذا منشط للمبايض للنساء، وذكرنا بزيد بيعمل على زيادة الحيوانات المنوية، مفيد للحفظ والتركيز والنسيان، سبحان الله، في هذه النبتة اللي هي الجينسنج. إذا الآن بوصفوها وقاية من أمراض السرطان وحتى سرطان القولون والجهاز الهضمي. نشوف هالخير اللي موجود في هذه النبتة، النبتة العظيمة اللي فوائدها جدا بيستخدموها في أمريكا، بيستخدموها في دول أوروبا، وحتى الصينيين مشهورين فيها، وبتعطي طاقة لأبداننا وبتمد أبداننا بالطاقة. إذا فوائدها حتى ضد التشنجات ومفيدة للأعصاب. يا سلام، مفيدة للأعصاب واللي عندهم التوتر والقلق، بتخفف عليهم بعون الله سبحانه وتعالى. إذا مفيدة لمشاكل العضلات والتهاب العضلات وبتقوي العضلات، إذا مرممة لسائر الجسم. ذكرنا أنه هي صديقة القلب، منشطة للقلب، بتخفض السكري، أمراض العصر هذه اللي نازلة فينا اللي هي مرض السكر للنساء والرجال، فبالتالي بتحد من هذه المشاكل بعون الله سبحانه وتعالى. راحين نطلع فاصل قصير ونعود نستقبل اتصالاتكم، ترى الأرقام تظهر أسفل الشاشة، نتواصل معاكم على مدار هذه الساعة يوميا. وروحوا فاصل وراجعين نواصل، فاصل قصير. نسترعي انتباه مشاهدينا الكرام إلى أن التردد الجديد لقناة أورا هو 11,334 أفقية بمعدل ترميز 27,500 على القمر نايلسات. عدنا من جديد بعد هذا الفاصل القصير، متواصلين معاكم بإذن الله سبحانه وتعالى. ترددنا جديد 11334 هوريزنتال، حرف H يعني،
اللي بده ينزله ويبرمجه على الريسيفر. مستمرين معاكم يوميا في هذا الشهر الفضيل على التردد الجديد والقناة الجديدة. رايحين نبث على هذا التردد اللي انتم تشاهدونه عليه الان اكم من يوم مع ازدواجية في البث على التردد الجديد، اوضح وصوت افضل باذن الله سبحانه وتعالى على التردد 11334 هوريزنتال ترميز 27500. تبرمجوها وتنزلوا القناة حتى تستفيدوا. ومعاكم اتصالات، هات اتصالك. الو، وراح الاتصال. يلا، هو وقف لي وقال لي في اتصال وانا اشرح عن الجنسنج. اذا من الاتصالات احنا بنعتذر، لانه بالبداية انا اشرح على فوائد الاعشاب واضرارها، لكن الجنسنج يمنع عن الاطفال. وهاتوا الاتصال. الو، السلام عليكم. عسلامة. اذا الاتصال سيء لا تدخلوه عندي. وعليكم السلام. تمام يا أستاذي. لا أنا سامع ولا المشاهدين. وراح الاتصال، وراح الاتصال. إذا الجينسنج ما بنفضله يتناولوه الأطفال لا بناء الأجسام ولا تعطوهم طاقة، لأنه هذا طفل بينمو دون 10-12 سنة لا نتناول الجينسنج للأطفال. إذا الحامل والمرضع مش بحاجة أنه تتناول الجينسنج. ايضا قصور القلب ممنوع يتناول الجينسنج، لانه بكون يتناول الادويه. اذا هو فاتح للشهيه ومقوي للعظام. وهاتوا الاتصال. والو، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله. يا هلا بيك. معني دكتور؟ تفضل استاذي. معك اخوك عبد الله ابو لوط من السعوديه. والله والنعم. ونعم فيك يا دكتور. يا دكتور احنا نعرف انه فيها دهون ثلاثية في الدم. صحيح. أنا فجئت ذاك النهار بالصيدلية أنه في دكتور واحد يبغى عنده حديد في الدم. تمام. الصيدلي إيش الموضوع؟ قال لي هذا يا أبوي الأنوثة، هرمونات الأنوثة أعلى من هرمونات. تمام. ألا ترى أن من أسباب هذه لعب الهرمونات المخلوطة بالحرير والأشياء الكيماوية سببت تخلف بعض الشباب والتأثير بعض البنات؟ تمام. هذا كل ما في الأمر، أريد توضيح. بارك الله فيك وشكرا للي فعل. يا سيدي، اختلفت عيشتنا بغذانا ودوانا. والله يا أستاذ أنا بشكرك على هذه الملحوظة المهمة. وانا خليني بالله وقف الاتصال، خليني أرد على الأخ، مهم جدا. يعني احنا متابعينا بالمملكة العربية السعودية ما شاء الله، لكن والله اختلفت عيشتنا. النسوان صار يطلع لها شوارب ولحية، والرجال بدون لحية والله، وصلع مبكر يعني 19 و17 سنة. انسوا الموضوع. هرمونات الناس مرخبطة، شباب حب الشباب بحفر الوجه والخدود للصبايا والرجال، والرجال أكثر. هرمون الحليب صار يرتفع عند الرجال وعند النساء، لخبطة هرمونات، تكيس وتكلس على المبايض، مشاكل جدا رهيبة. نزف النساء أثناء الدورة الشهرية، والله 10 و12 يوم إيش تعيشي أنت؟ إذا الدورة الشهرية 12 يوم و14 يوم يخلص دمها، ينزل حديدها، نجد عيونها داخلين لجوة كأنهم مغارة، سواد تحت العيون، شباب عمرهم 19 سنة اسودات تحت العيون، هالات سودة، تقول لابس نظارة سودة أو خيال. والله 25 سنة تبدأ التجاعيد، شرب مية ما فيه. الناس ما تشرب مية يا اخوان. المية انا ذكرت نشرب مية الفخار، بتعيد الحياة لها. مية الفخار، مية الزير اللي يسموها. اليوم وصفاتنا لتعديل هرمون الحليب للرجال والنساء الميرامية من اسمائها السالمية والقصعين. هذه مشاكل العصر. شوكولاتة وشبس ومشروبات. ومشكلتنا اليوم، تعرفوا أنا عضو بجمعية مكافحة المخدرات الأردنية، شباب كثيرين حبوب بالوطن العربي، هلوسة، الله وكيلكم. الناس ما تنام إلا بمهدئات أعصاب، شباب ترج ترج، شباب ترج، ادفعوا يوقع. مع احترام الشديد وقفنا الاتصالات إني أنا أحكي لك هذا الموضوع. لخبطة هرمونات شيء، لخبطة بالغدة الدرقية،
زيادة إفراز وصفلهم الفوقس الحويصلي أو بذور الرشاد أو القسط الهندي اللي في من الأشفية في أحاديث نبوية شريفة. حبة البركة بترفع المناعة، يتناولوا حبة البركة انسى الموضوع، لا مناعة ولا شيء، هي المناعة بس بحبة البركة إذا غذاك مش صحيح. من وين المناعة؟ شباب نايمين للساعة 10 و 12 الصبح، كيف هذا بده يشتغل؟ كيف بده يحفظ؟ كله صار على التكنولوجيا. وهاتوا اتصال سعد الجزائر، وقالوا السلام عليكم يا سعد. شكرا أخونا من السعودية، يا هلا فيك دكتور. ما هو علاج ضمور العضلي؟ ضمور العضلات. يلا شكرا لاتصالك. اليوم كنا نتكلم عن نبتة الجينسنج، في منها المطحون بالجزائر بالعاصمة وهران وبعض المناطق فيه أو المحافظات أو الولايات في الجزائر. بإمكانك تأخذ 6 ملاعق منه على كوب آسف.